السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير كما عرفتو. انا في المغرب عند فاطمة الزهراء رائدة السلام المذاق. عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. خليكم مع الأخت نايمة. نايمة نوعية. كي لاباس عليكم؟ قلت لكم احنا في مراكش كما عرفتوا عند فاطمه الزهراء. درنا دابا واحد التجربه ديال روعه المذاق بدون جلوتين. روعه المذاق بدون جلوتين، يوميات بدون جلوتين عند روعه المذاق بدون جلوتين. كانت رجلو معكم كما ولفنا دائما. جربنا هاد الورقه من واحد الشكل ثاني، طريقه اخرى. المهم كنتمناو تجينا الورقه زوينه ويجيونا البريوات زوينين، حيت ان شاء الله جربنا بزاف الانواع ديال الورقه. المهم هي جربات في دارها وانا كنجرب هنا، ولكن حتى ورقه ما جاوا بها البريوات مقرمشين. لا، كيجيو مقرمشين هذيك الساعه، ولكن بعد 4 ايام 5 ايام كيلواو شي شويه. جربنا، درت معكم تجربه اخرى بانه كنديروهم في المجمد، حتى كنعمروهم نديروهم في المجمد، وملي كنبغيوهم كنقليوهم يا مالح يا حلو. هذه التجربه درناها. دابا غنشوفوا هذه حتى هي كيفاش غادي تصدق ان شاء الله. هنا درنا غير العقده ديال الكاوكاو. كما كتعرفوا رمضان ان شاء الله جاي، الله يدخلوا بالصحه والسلامه والعافيه، وكنحتاجوا هاد المعسلات نحطوهم على المائده حتى حنايا نديرو حقنا، ما نبقاوش بلاش ولا لوليداتنا. غير بين قوسين بالنسبه للورقه ديال الفسطيله، هاد الورقه هذه هي صراحه كتجي زوينه، هي جات زوينه، ولكن ما عرفناش واش البريوات غادي يبقاو رطبين ولا لا، حيتاش يعني عفوا مقرمشين. مع سبق وجربت انا بزاف ديال الوصفات ديال الورقه، وكيف ما كيدوز الوقت يعني كدوز واحد 4 ايام ولا 5 ايام صافي كيتولي الورقه لاويه، وما كيبقاو دوك البريوات فيهم ما يتكال، صافي كيلواو ماشي كيبقاو مقرمشين. قلنا اليوم غادي نجربوا هاد الورقه، وهذا كذلك كيخليني انني ما نديرش حتى الكوموند في البريوات، حيت ما كيبقاوش مقرمشين وفيهم ديك القرمشه. اذا نقول لكم دابا كندير الكوموند غير في، خلينا نديرو اشهار راسنا. كندير الكوموند دابا غير في الشباكيه وفي الصفوف. صافي هاد رمضان هذا الله يدخلو لينا بالصحه والسلامه. صافي هادشي اللي كاين الله يدخلو لينا بالصحه والسلامه واللي كنتمناو يا ربي. شنو كنت غتقول؟ قلت لكم على المقادير، غتسولونا على المقادير ديال الورقه. درنا واحد 250 غرام ديال الفقشار شار ميكس بي و 50 غرام ديال النشا ديال الذرة و بيضة اللي كنتمناو يا ربي. شنو كنت غتقول؟ قلت لكم على المقادير، غتسولونا على المقادير ديال الورقه. درنا واحد 250 غرام ديال الفقشار شار ميكس بي و 50 غرام ديال النشا ديال الذرة و بياض بيضه وحده، وشويه ديال الملحه يعني لتصحيح الذوق، وشويه ديال السكر، وشويه الزيت النباتيه، والماء. صافي، ولكن ان شاء الله ملي غتنجح التجربه غادي نشاركوا معكم ان شاء الله من الاول لاخر الطريقه. ان شاء الله غنشاركوا معكم وصفه رئيسيه، يعني فيديو رئيسي غير دردشه وصافي. المهم بغينا نصوروا معكم وصافي. المهم يكون المهم دابا انا غادي نهز نقليهم. بسم الله، كنتمناو يا ربي ما تحشمونيش. المهم صراحه حيت المعسلات البريوات كيجيو رائعين، غير هو كنتمناو يا ربي ما يبقاو مقرمشين كيف ما بغينا. هانتوما الورقه راه جات مزيانه، والعقده باش ما بغيتو حتى راني مشاركه معكم شحال من وصفه ديال البريوات. المهم هاد العقده صراحه ذاك كاوكاو كنت غادي نصوب به شباكيه، الساعه هو دايت مع البريوات كلشي زين. بالنسبه للبريوات راه سون غلوتين اولا البسطيله، راه بعد ما كتبرد صراحه كتولي رطبه، يعني صافي نوقف. بالنسبه للورقه ناعمه ديال ديك المره
حصافنا بها في المجمد. هيا صراحه راه باقه مزيانه، جبتها دابا خدمت بها، شوفي راه باقه مزيانه شفتي، صراحه راه مزيانه صراحه، بقات مزيانه. انا قطعتها بقات زوينه وشكلت بها هاد البريوه هذه، فين هي هذه وقيله ولا ما عرفت والله. لا هاي شكلت بها هذه، شوفي راه بقات مزيانه مزيانه. هذه هاد الورقه راه يلاه درتها انا دابا، كنصاوب بالبريوات ولكن ما درتش ابيض البيض، البيض ما اعتمدتش على ابيض البيض، داك الورقه مختلفه على هذه. شوفي راه بقات مزيانه وكلشي. وهذا الفيديو ما بغيناش نضيعوا هذه الفرصه ما نصوروهاش معكم، فيديو عفوي، ولكن بغينا نوصل لكم معلومه وتجربه ديالنا ووصفه اخرى غير المعتاد، لانهم جربت معكم انايا وصفات عديده كيكونوا مقرمشين بزاف بزاف. المهم الناس اللي المهم الان فاطمه بزاف البنات زعما اللي متمكنين والحمد لله جربوا الوصفه، ولكن كتبرد من بعد واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام. درت انايا التجربه ديال كنعمرهم ونخشيهم في المجمد، وملي كنبغي كنجبد هذيك فتهيان، حتى هي تجربه زوينه، حتى هي حيله قدروا ديروها. ولكن هاد الوصفه زوينه، المهم حسن من الاخرين. الا بغيتوا تجربوها بغيتوا نعاودها معكم ان شاء الله من الاول. المالح والحلو راه كتجي رائعه. المهم فيديو عفوي بالضحك، وبحال الا نتوما جالسين معنا حنا كنصوروا باش نديروا معكم هاد التجربه وما نضيعوهاش. اذا كنتمنى الفيديو يعجبكم، موجودي الوصفات فلوغات نصائح معلومات، مرحبا بكم في القناه. اذا واخا جاوا شويه من هاد الفيديوهات السابقين، المهم راكم عارفين الطريقه، كنلويوهم نديروهم في بلاستيكه المهم باش ما ينشفوش، وكنقليوهم اولا في الفران، ولكن القليان كيجي احسن. ما نكذبوش على راسنا، واخا الزيت ماشي صحي ولكن مره مره ماشي الواحد يوميا غياكل هكا المقلي. صافي وغنديرهم في العسل ويبقاو شويه في العسل باش يشربوه مزيان كيما الشباكيه. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليونا في التعليق جاكم وجربتوه، واش كتجربوا الورقه ولا لا، واشنا هما التجارب ديالكم معها. ورمضان ان شاء الله يجيب الصحه والسلامه والعافيه، هذا راه كان قبل رمضان اللي فات وسبحان الله دابا قريب رمضان الجاي. ومعليش حياتنا كما قلت لكم كان السلف الصالح كان السجهور كيدعي الله سبحانه وتعالى يتقبل منه رمضان اللي فات، والسجهور كيطلب الله يوصلوا رمضان كذلك احنا ان شاء الله. الله يوصلوا بخير وعلى خير، والله يتقبل منا رمضان ويعيد علينا اعوام عديده، والسلام عليكم ورحمه الله.